أعزائنا المشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيلي لومير، يتجدد معكم لقاؤنا الأسبوعي والذي نستهله بأبرز العناوين. البطريرك ثيوفيلوس الثالث يعقد سلسلة لقاءات في واشنطن حول عقارات باب الخليل. مؤتمر المحاكم الكنسية الكاثوليكية يختتم أعماله بتوصيات مثمرة للشباب والعائلات. المطران النوفلي يحتفل بالقداس الإلهي في عمان. وفي نشرتنا أيضا، كنيسة اللاتين الواقعة في وسط مدينة السلط ضمن حلقات كنيستي. أهلا بكم. خلال مشاركته في مؤتمر وزراء الخارجية لتعزيز الحرية الدينية الذي اختتم أعماله في العاصمة الأمريكية واشنطن، وضع غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن الوزراء المشاركين من كل دول العالم في صورة آخر التطورات فيما يخص عقارات باب الخليل، مطالبا إياهم بالضغط على الحكومة الإسرائيلية في هذا الملف الذي يشكل خطرا وجوديا على المسيحيين في مدينة القدس، مبينا أهمية باب الخليل كمسار للحجاج المسيحيين إلى كنيسة القيامة ومدخل رئيسي للحي المسيحي والمؤسسات الكنسية بشكل عام، محذرا غبطته بأن استيلاء المستوطنين على عقارات باب الخليل يحمل نتائج كارثية على جميع مسيحيي العالم. كما عقد غبطته ووفد يمثل العائلات الكنسية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية سلسلة من الاجتماعات مع شخصيات أمريكية سياسية ودينية وقيادات في المجتمع المدني، وذلك بهدف نشر الوعي حول المخاطر التي تهدد الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة وخاصة مدينة القدس. على صعيد متصل وتزامنا مع الجولة الدولية التي يقوم بها غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وجه رؤساء بلديات بيت لحم وبيت جالة وبيت سحور نداء إلى قداسة البابا فرانسيس، عبروا فيه عن تخوفهم من استيلاء جمعية استيطانية إسرائيلية على أملاك الكنائس في القدس عبر باب الخليل، والذي من شأنه سيضيق الوصول إلى الأماكن المقدسة وبالذات كنيسة القيامة، مذكرين قداسته بأن القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على المجتمع المسيحي في الأراضي المقدسة يهدف إلى إجباره على الرحيل، وهو ما يشكل تهديدا للوجود المسيحي في أرض يسوع المسيح. أوصى المشاركون في المؤتمر الكنسي الثامن الذي اختتم أعماله مؤخرا في منطقة البحر الميت بأن يتم تشجيع الشباب المقبلين على الزواج على تثقيف أنفسهم بالقوانين المختصة بالزواج والعائلة، كما أكد المؤتمر الذي عقد تحت عنوان نحو ثقافة قانونية كنسية بتنظيم من المحكمة الكنسية للبطريركية اللاتينية في القدس وعمان، على ضرورة منح شهادة دبلوم في القانون الكنسي من الجامعات البابوية في روما وإسبانيا والشرق الأوسط. وأضاف في بيانه: وفي الوقت الذي يشعر فيه المؤتمرون بالآلام التي تعانيها بعض العائلات من نقص في المحبة بين الزوجين، فهم يدعون إلى إنشاء مراكز إرشادية ورعوية يكون من أهدافها تقديم المشورات القانونية والروحية لتبقى العائلة الصالحة شاهدة على الإيمان السليم وقادرة على تكوين المجتمعات السليمة. التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله نخبة من أبناء وبنات السلط خلال جولة للمدينة شملت عددا من الأماكن. وفي بداية الجولة التقت جلالتها المواطنة فاطمة الزعبي التي حولت بيتها القديم إلى بيت للضيافة لاستقبال أفواج السياح وتجهيز الطعام لهم، وتبادلت جلالتها الحديث مع مجموعة سيدات حول مشاريعهن المدرة للدخل. وفي مقهى إرث الأردن في مبناه الذي يزيد عمره عن 100 عام التقت جلالتها مع مجموعة من شباب وشابات السلط، حيث جرى استعراض جهودهم التطوعية من أجل تشجيع السياحة وإبراز النواحي الجمالية والإرث التاريخي لمدينة السلط. كما قامت جلالتها بجولة في شارع الخضر واستمعت لشرح عن كنيسة القديس جورجيوس التي بنيت عام 1682، وجرت لها أعمال ترميم في عام 2004 بمساعدات من المجتمع المحلي من داخل المدينة وخارجها. رعى اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني حفل ختام فعاليات المخيم الكشفي 29 الذي أقيم في بيت جالة تحت عنوان أهل الأرض، المزيد في رسالة مندوبتنا في القدس مارلين الحدوي.
فيها شمسنا لا تغيب. احتفلت المجموعة الكشفية الأرثوذكسية العربية البيت جلية باختتام فعاليات مخيمها الكشفي التدريبي 29 والذي استمر لمدة أسبوع. وقد أقيم المخيم على أراضي المخرور في بيت جالة بمحافظة بيت لحم، وهي أراضي مهددة بالمصادرة من قبل السلطات الإسرائيلية، حيث حمل المخيم عنوان أهل الأرض. وأقيم تحت رعاية اللواء جبريل رجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس جمعية الكشاف الفلسطيني، وعطوفة محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، وبحضور رئيس بلدية بيت جالة السيد نيكولا خميس، والأباء الأجلاء والقائد الكشفي محمد سوالمة نائب رئيس جمعية الكشاف الفلسطيني، وممثلو الأجهزة الأمنية ورؤساء المفوضات وقادة الكشاف والجمعيات والمؤسسات، وجمع غفير من أهالي البلدة. ابتدأ الاحتفال بالترحيب بالحضور، تلاها كلمات عديدة وكلمة لقائد المجموعة القائد خالد القسيس، وقراءة من الإنجيل المقدس، بالإضافة إلى فعاليات أخرى متعددة، ومنها توزيع الأوسمة والباجات وتكريم الداعمين وإنزال العلم وأغنية الوداع. كشافة العرب المجد الله يرعانا، كشافة العرب المجد الله يرعانا، إلهنا الذي يرى تماسك الأكتاف، هيا إلى اللقاء غدا، هيا إلى اللقاء، هيا إلى اللقاء غدا، هيا إلى اللقاء، عهدا على الوفا نجدد العهد معا، عهدا على الوفا. كشافة العرب المجد وداعنا حانا. طبعا المخيم يوجد برنامج معد من قبل قيادة المجموعة للمخيم، وهذا البرنامج يشمل الأعمال الريادية، يشمل الرحلة الخلوية، يشمل المحاضرات، يشمل الألعاب الجماعية لخلق جيل قيادي متعاون لقيادة المجموعة في المستقبل. طبعا في هذا الأرض وفي هذا المخيم يتم الاعتماد كل فرد على نفسه، يقومون بالطهي، بالغسيل أواعيهم، طهي أكلهم من خلال مواقد النيران اللي تعاد على الطريقة الكشفية. في النهاية بحب أشكر محطة النور سات على هذا اللقاء، نتمنى لهم التوفيق ونشكرهم على تغطيتهم المستمرة، لأنه احنا متابعين هاي المحطة على تغطيتهم المستمرة لكافة الفعاليات الكشفية والدينية. إحنا كقائدات ومرشدات في المخيم بيكون عندنا دايماً برنامج بنعمل في الخيام، بنسوي أشياء قدام الخيام. إحنا بنخلي البنات يخيموا بشكل مثلهم مثل الشباب، عشان كمان يتعلموا الثقة بالنفس والاعتماد على الذات، ونعزز فيهم الروح الوطنية، ويعني نقربهم من الطبيعة أكتر. ومخيم هون مع المجموعة الأرثوذكسية البيت جالية عشان نتعلم كتير شغلات، منها حب الوطن والاعتماد على النفس، واني اتعلم اني اقدر اعيش واتكيف في اي بيئه بنحط فيها، وبتعلم كثير مهارات منها التواصل والقياده والرياده والاشياء هاي. واكيد بحب الارض المخرور لانه محميه، هي ارض طبيعيه وكثير حلوه. هذه لحظات يعني من اسعد اللحظات ومن اصعب اللحظات في نفس الوقت، التي ننهي ونختتم فيها مخيم اهل الارض الذي نظمته المجموعة الأرثوذكسية العربية البيت جالية. هذا المخيم يعني ما يميزه أنه يقع في منطقة مهددة بالمصادرة، واجهت عملية التخطيط فيه يعني العديد من الصعوبات، منها تأمين الطريق بالأساس إلى المخيم، صعوبة الأرض، توفير الكهرباء، الماء. رغم هذه التحديات، صحيح أنه عزيمة وإصرار الشباب
المشاركين والقيادة اللي على رأس هذا المخيم تجاوزت كل الصعوبات بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية في بيت جالة. من هذا المقام يعني نيابة عن قيادة الكشافة الفلسطينية وعن الأسطول الكشفي الفلسطيني الممتد على ربوع الوطن وفي الشتات، بنوجه تحياتنا للكشافين وأهلنا في الأردن اللي هم يعني بيشاهدوا هذه التجربة المليئة بالتحديات واللي بتأشر على تحدي وإصرار وصمود الكشاف الفلسطيني في أصعب الظروف. رسالتنا للشباب الفلسطيني الكشافي والمرشدات الفلسطينيين أنه يرفعوا سقف الأمل ويرفعوا مستوى التحدي إلى أعلى الدرجات. المرحلة القادمة في فلسطين مليئة بالتحديات، وبالتالي مطلوب منا العزيمة والإصرار حتى نستطيع أن نوفر بيئة آمنة وصحية من الناحية الاجتماعية لكل كشافينا وكل مرشداتنا وكل شبابنا في فلسطين. وبنقول للمجموعة الأرثوذكسية العربية أنه كل عام وانتم بخير، والعام القادم نعود للمخرور وهي أراضي آمنة ويعني تحت سيطرة أصحابها. وتضمن برنامج المخيم التدرب على المهارات والفنون الكشفية والانخراط بشكل أكبر في مبادئ وأهداف الحركة الكشفية والاعتماد على النفس والعيش في حياة الخلاء ضمن نظام برنامج الطلائع وحب العمل التطوعي من خلال المحاضرات والفعاليات والألعاب والأنشطة الكشفية المختلفة وحفلات السمر والرحلات الخلوية. وتعد الحركة الكشفية منذ تأسيسها وحتى اليوم رمزاً من رموز الحركة الوطنية، فهذه هي الجهود التي بذلتها المجموعة الكشفية الأرثوذكسية العربية البيت جالية بتنظيم هذا المخيم وإخراجه بالشكل الذي يليق للمجموعات الكشفية في فلسطين، وهذا نابع من المدينة التي خرج منها السيد المسيح له المجد المرشد الأول بأخلاقه ومبادئه، وهي مصدر فخر للحركة الكشفية في فلسطين. للنورسات مارلين الحدوى من أراضي المخرور بيت لحم. افتتحت في جمهورية مصر العربية أعمال المؤتمر الدولي الكاثوليكي لمرشدات الشرق الأوسط لعام 2019 بمشاركة مرشدات من الأردن ومصر وسوريا ولبنان تحت شعار اختر السلام. وقد تخلل اليوم الأول للمؤتمر الذي استمر 4 أيام قداس احتفالي ترأسه قدس الأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي للفريق الكشفي وكاهن راعية اللاتين في الإسماكية التابعة لمحافظة الكرك جنوب الأردن. كما تقرر تعيين السيد عامر حمدي مديراً للإقليم الكشفي العربي، وتعد مشاركة الوفد الأردني ضمن التنسيق المستمر مع الإقليم الكشفي العربي. بمشاركة 44 شخصاً من العائلات الرعوية اختتمت مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي الزرقاء رحلتها إلى لبنان ضمن سلسلة الأنشطة والرحلات التي ينظمها القائمون على المجموعة، حيث قاموا خلال الزيارة التي استمرت 5 أيام بجولة لأهم الأماكن المقدسة في لبنان، إضافة إلى المناطق السياحية والترفيهية التي يشتهر بها هذا البلد الشقيق. ومن جانبه أكد المشرف العام على الرحلة ركان فخوري أن الهدف من هذه الرحلات هو بناء أواصر المحبة والتعاون بين أعضاء الرعية والمجموعة والعائلات وتقديم الأفضل لهم، منوها أنها الرحلة الأولى إلى لبنان وسيتبعها رحلات حج إلى الأراضي المقدسة في فلسطين. عقد في كنيسة رعية مريم العذراء في الأشرفية بعمان لقاء أخوية مريم العذراء سيدة الزروع. بدأ الحفل بصلاة الافتتاح من قبل خادم الرعية الأب فراس دردر، ثم ألقت الأخت الراهبة رأفة يوسف محاضرة قيمة بعنوان تأملات البابا فرانسيس حول العائلة،
ثم توزع الحضور على هيئة مجموعات لمناقشة موضوع المحاضرة من جوانبها المتعددة والخطة المستقبلية للأخوية واختيار لجنة خاصة لهم. وبعدها تم مقاسمة لقمة المحبة مع جموع الحاضرين، وانتهى اللقاء المثمر بصلاة الختام والتقاط صور توثق هذه الفعالية الإيمانية المباركة. على هامش انعقاد مؤتمر المحاكم الكنسية الثامن في البحر الميت، شارك صاحب السيادة المطران مرحبيب هرمز النوفلي رئيس أساقفة البصرة بالقداس الإلهي للرعية الكلدانية في الأردن، وذلك في كنيسة الفرير في منطقة جبل الحسين. التفاصيل في التقرير التالي. ترأس رئيس أساقفة البصرة سيادة المطران حبيب النوفلي القداس الإلهي مع الرعية الكلدانية في الأردن في كنيسة القديس يوحنا ديلاسال الفرير بمعاونة الأب زيد حبابة راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن والأب سالم ساكا رئيس المحكمة الكاثوليكية الموحدة في العراق والأب شوان حنا. شارك في الصلاة جوقة الرعية الكلدانية بحضور جموع من الراهبات والشمامسة وحشود من العائلات العراقية المهجرة. وبعد دخول الموكب وقراءة الرسائل، رحب الأب حبابة بوفد كنيسة العراق الذين التأموا اليوم في عمان وأصروا أن يشاركوا بين أبنائهم بالقداس الإلهي ليصلوا بالصوت الواحد لأجل العراق ولأجل السلام في مناطقهم. وبعدها قدم سيادة المطران النوفلي عظة القداس داعيا المؤمنين بأن يصونوا وحدة العائلة المسيحية المقدسة. وتطرق سيادته للحديث عن أوضاعهم حيث هجروا قصرا من أوطانهم وبيوتهم وأشغالهم ودمرت حياتهم، وقال لهم كما قال السيد المسيح على الأرض: طوبى لكم إذا هجروكم وعيروكم، سيكون لكم ضيق لكن ثقوا إني قد غلبت هذا الضيق. إذا نحن أيها الأعزاء في حاجة ماسة إلى الإصغاء إلى يسوع. هذا الإصغاء اليوم معرض للتهميش والاستبعاد، يعني قليلين اليوم من يصغي ويقول نعم للكتاب المقدس وللمشورات الإنجيلية والتأمل بسبب طغيان الضوضاء الإعلامية والإعلام المرئي وغيره وغيره، بحيث بقت عندنا مشكلة بالسماع. يعني هذا عدا الاستعمار الثقافي اللي دا يصير عندنا، بحيث كثير من عندنا اليوم معرضين إلى العبودية للثقافات التي تبث إلينا وتدمر ثقافاتنا المحلية. فإذا نحن في أسابيع الصيف بحاجة إلى الانتباه إلى هذه النقطة، أيضا أن ننتبه إلى شبابنا. شبابنا اليوم يضايقون كثير لأنه المجالات أمامهم للرجاء مجالات تقل، فبحاجة إلى أن نتكاتف، أن نكون مع بعض، أن نسمع واحد الآخر، خصوصا مثل ما قلت الجانب المظلم اللي دا يحصل وسائل التواصل وأنتوا أدرى بيها يعني والإنترنت وغيرها. فبحاجة نحن إلى دائما التجدد وتحديث حياتنا والارتكاز إلى جذورنا الروحية، جذورنا التي هي التي أولدت هذه الشجرة العظيمة كنيسة المشرق. فهي كلمات قصيرة ممكن أن تخدمنا طول العمر، هي ثقافة
ثقافة الحياة، ثقافة الشكر، أن نشكر، أن يكون عندنا امتنان يومياً من الصبح للآب السماوي على هذه النعمة، أن ننتبه إلى قيم العائلة في تصرفاتنا اليومية وفي كلامنا وفي أحاديثنا، أن نقول شكراً للبابا وماما، يعني للآباء والأمهات الذين مضى عليهم عشرات السنين يتعبون. وإحنا نلاحظ كم وكم من أكو إهانات بسبب لا مبالاة الأولاد. أيضاً الأمومة بحاجة إلى رعاية، لأنه إن لم نزيد ونكثر راح نقل ونصغر يعني. فإذاً الطفل اليوم هو علامة رجاء في هذا العالم. كذلك الاهتمام بالمواهب، كلكم عندكم مواهب الروح القدس تقدرون تستفادون من عندها، هذا كلها من أجل هذا الإنسان حتى ينطي له رجاء. وأكيد طبعاً إحنا بالأخير مرشدنا الكبير هو الرب، وأمنا العظيمة أمنا مريم العذراء تكون بركة بحمايتها الأمومية ونعم صلاتها علينا. وختم سيادته بدعوة الجميع للصلاة لله بأن يحل كل الضيقات والمشاكل، وأخص الحاضرين أن يصلوا لأجل العراق وكهنته، وأن يحل السلام عليه وعلى العالم أجمع. وفي نهاية الاحتفال تبادل الأسقف والحضور الصور التذكارية، وحملوا سيادته تحياتهم إلى أهلهم في عراق الصمود والتحدي. مرجو خبرانا خش ميانا ديا ولا انشلام وشينا قد مخلي وردي وبيري تتزدي وهاوي نطيري دلا ما مطيائي إلا طوتا. تعتبر كنيسة اللاتين الواقعة في وسط مدينة السلط واحدة من أقدم الكنائس في المملكة، والتي يعود بناؤها إلى عام 1870. وبالإضافة إلى مكانتها الدينية، فقد أصبحت إلى جانب الدير المجاور معلما سياحيا يفيد إليها الزوار من بلدان كثيرة، حيث يوجد فيها مزار للقديسة ماري ألفونسين مؤسسة الرهبنة الوردية. كاميرا نورسات زارت الكنيسة وأعدت التقرير التالي. في محطة مميزة من سلسلة حلقات كنيستي، نقف اليوم على باب كنيسة وقف على أبوابها وعاش بين جدرانها قديسون مجيدون، كرسوا حياتهم وأنفسهم لخدمة الكنيسة ولإيصال بشارة السيد الأعظم. كنيسة انتقال السيد العذراء للاتين في مدينة السلط هي محط أنظارنا لهذه الحلقة، لنستمتع وإياكم بتلك المشاهد الغنية والتعرف على تاريخها النير. تقع كنيسة انتقال السيد العذراء قرب ساحة العين في مدينة السلط، حيث تعد رابع أكبر مدن المملكة الأردنية الهاشمية. تقع هذه المدينة على الطريق الرئيسي القديم المؤدي من عمان إلى القدس، وتبعد حوالي 27 كيلومترا عن العاصمة عمان. دعيت الكنيسة باسم أم الكنائس باعتبارها الكنيسة الأولى التابعة للبطريركية اللاتينية في الأردن. خدمها في القرن الماضي العديد من الآباء والراهبات الذين وضحت بصماتهم في الكنيسة، وما زال يخدمها آباء أجلاء حافظوا واعتنوا بكل حجر من زوايا الكنيسة. في داخل الكنيسة عند دخولنا إليها نجد تصميماً معمارياً ونقوشاً فنية مستوحاة من التراث المحلي، بالإضافة إلى تصميمات أوروبية وخاصة من إيطاليا. وهنا نذكر الأب جان مورتيان الذي وضع مخطط الكنيسة وأشرف على بنائها الأب جوزيف جاتي، حيث ابتدأ العمل في بنائها منذ عام 1870،
واستمر حتى عام 1886، وساهم في بنائها عمال مهرة من بيت ساحور وبيت جالة. التقت عدسة نورسات مكتب الأردن بالأب رياض حجازين راعي الكنيسة، حيث حدثنا عن الرعية وتاريخها وجدرانها الأثرية المملوءة بالقداسة بتفصيل، فقال: يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. احنا هون اول شيء في اول كنيسة لاتينية بنيت في شرق الاردن في مدينة الصلب. الصلب هي اول كنيسة بنيت في هاي المدينة تقريبا في سنة 1866. ارسل كاهن رعية نابلس كان اسمه دي أكتيس بطلب من بطريرك القدس أن يبدأ بتأسيس رعية في مدينة الصلب، وبالفعل وصل للصلب لكن قعد بجوز فقط سنتين، وأغلب وقته قضاها يستأجر بيوت في الرعية حتى يصلي ويسكن في الصلب. في 1869 عين مكانه كاهن جديد لكنيسة الصلب الأب جان موريتان، خدم سنتين كمان في الصلب، وعلى دوره ابتدأ في بناء الكنيسة في الصلب، لأن الرعية صارت كبيرة صاروا بحاجة لكنيسة لأن البيوت بطلت تكفي مكان للصلاة، فبدأ ببناء كنيسة في الصلب. والكنيسة هي المضبوط راح يشوفها كمان شوية، هي قاعة حاليا تحت الكنيسة، لكن للأسف الأتراك في حينها اللي كانوا هم مسيطرين على المنطقة لم يسمحوا له ببناء كنيسة كبيرة، فقط أعطوه إذن لبناء كنيسة 10 متر في 6 متر بس. طبعا سنة سنتين الكنيسة برضو كمان بطلت قادرة إنها تسع المصلين، فبدأ يفكر في بناء كنيسة أكبر حتى تسع المصلين من رعية الصلب الجديدة. فبعده أجا كاهن اللي هو بالفعل بقدر نسميه مؤسس رعية الصلب اللي هو الأب جوزيف جاتي اسمه. في سنة 1881 بدأ في بناء كنيسة فوق الكنيسة القديمة. طبعاً الكنيسة القديمة صغيرة، فانجبروا يوسعوا الكنيسة القديمة حتى الكنيسة الجديدة اللي بتم يبنوها تطلع أوسع وأكبر وتكون قادرة إنها تسع المصلين. وبالفعل 1881 بلشوا في بناء الكنيسة، 1886 انتهى البناء الكنيسة الجديدة اللي سموها كنيسة انتقال السيدة العذراء إلى السماء. كنيسة الصلب بتوقع انه بنيت على الستايل اللي بيسموه الجوتيك، بالعربي الستايل القوطي، الهندسة القوطية، اللي هي بناء بدون أعمدة داخل الكنيسة، فقط الأعمدة على جوانب الكنيسة، وآخر الكنيسة فوق بكون زي قوس، فبتكون الكنيسة ما فيها ولا أي عمود. وبتوقع إحنا عندنا 3 كنائس من هذا النوع اللي هم كنيسة بيت جالة، كنيسة البطريركية كاتدرائية في القدس، وكنيسة الصلب.
فهذا نوع البناء، نوع الهندسة اللي اتبعوها في بناء هاي الكنيسة. جابوا رسام من هولندا حتى يرسم الكنائس في شرق الأردن وفي حينها اللي كان أولهم طبعاً الصلق، بعدين كنيسة ثانية اللي هي كنيسة رميميم. وبالفعل عمل هاي الأيقونات وحاول إنه في الصورة الكبيرة اللي بيشوفها إنه يمثل، يعطينا فكرة عن الكنيسة اللي هي كنيسة انتقال السيدة إلى العذراء، طبعاً مع مناظر مختلفة على الجهتين، على جهة اليمين وعلى جهة الشمال من الكنيسة. وطبعاً في سنة 1927 صار في هزة في منطقتنا، والكنيسة كتير تأثرت بهاي الهزة، صار في تصدع في الجدران. في حينها حاولوا إنهم شوية يرمموا هاي الكنيسة، فوضعوا إطار اسمنتي خارج الكنيسة حتى يسندوها شوية، وداخل الكنيسة عند السقف تقريباً وضعوا حديد، ربطوها بحديد حتى، لأن الكنيسة تصدعت وكان خايفوا أنها تنهار الكنيسة. ففي حينها اشتغلوا هذا الشغل حتى يحافظوا على الكنيسة ما تنهار. قبل أكثر من 125 عاماً كان حال المسيحيين المؤمنين هزيلاً، فالجهل ونقص الديانة كان في تلك البلاد والأيام محزناً جداً. ونظراً لما سمعه الأب جوزيف جاتي عن النجاحات التي تقدمها إرساليات راهبات الوردية في توعية المؤمنين وتنشئتهم تنشئة مسيحية صحيحة، فقد اتخذ القرار بمخاطبة غبطة البطريرك منصور براكو بطريرك القدس لللاتين من خلال رسالة يطلب فيها حاجته إلى مجموعة من راهبات الوردية ليخدمنا عنده في الدير ويشرفنا على إدارة مدرسة البنات الموجودة في نفس الدير. وبالفعل لبت الراهبات نداء الطاعة، فحملنا أنفسهن، وكنا 4 راهبات، من ضمنهن كانت راهبة تدعى ألفونسين. جئنا قادمات من بيت ساحور إلى السلط متناسيات مشقة السفر وتعبه، سعيدات بما سيقدمنه للسلط وللمؤمنين فيها من خدمات روحية وتعليمية. أول كنيسة كانت موجودة هون، بنيت في 1869 وتم تدشينها 1871. هلأ الكنيسة حدود هاي الكنيسة زي ما حكيت إنه الأتراك لم يسمحوا ببناء كنيسة كبيرة، فقط 10×6 متر مساحة الكنيسة، وكانت هاي الكنيسة القديمة. هلأ لما بنوا الكنيسة اللي فوق بدهم إياها تكون أكبر وأوسع، فانجبروا كمان في هاي المنطقة إنهم يوسعوا كمان حتى تطلع الكنيسة الكبيرة أكبر من القاعة. فبتوقع كل هذا الجزء حتى اللي خلفي هذا كله جزء يتم إضافته بهدف توسيع الكنيسة الموجودة فوق اللي هي الكنيسة الحالية. هلأ كنيسة السلط بيسموها بالفعل أم الكنائس، أم أول كنيسة لاتينية بنيت في شرق الأردن. نقطة ثانية كمان، كنيسة السلط أو رعية السلط بالذات كمان هي أول كنيسة تستقبل رهبات الوردية في شرق الأردن. في سنة 1887 أجا مجموعة من الرهبات الوردية حتى يخدموا في الرعاية في شرق الأردن، وطبعاً كانت أول رعية السلط، فوصلوا هنا لمدينة السلط. ولحسن حظ هاي الرعية كمان إنه من أول الرهبات اللي وصلوا للسلط كانت القديسة اليوم الأم ماري ألفونسين، كان وفد وكان معهم الأم ماري ألفونسين اللي هي بعدين أسست رهبانية الوردية وأصبحت فيما بعد قديسة على مذابح الكنيسة. بحسب كتابات الأم ماري ألفونسين أنه أول سكن لهم كان في القاعة اللي تحت الكنيسة،
ويبدو أن هذه المنطقة الجديدة اللي احنا موجودين فيها كانت غرف، لأني أنا كمان بتذكرها أنه كان هاي المنطقة غرف وزيلت فيما بعد، وأنه رهبات الوردية أول ما سكنوا أول دير كان لهم في هاي المنطقة بالذات اللي احنا موجودين فيها، هذا الجناح من الكنيسة القديمة. في الرابع عشر من شهر شباط عام 2015 أعلن قداسة البابا فرانسيس الراهبة ألفونسين التي ولدت في القدس باسم سلطانة عام 1843 وانخرطت في سلك الرهبانية عام 1860 قديسة على مذابح الرب. وبعد ستة شهور من إعلان قداسة الأم ألفونسين عمل مكتب فضائية نورسات الأردن على البحث والتقصي عن مكان إقامة القديسة ألفونسين في مدينة السلط وتحديدا في ذات الدير، حيث تم إنتاج فيلم وثائقي عن حياتها داخل الدير وتحديد الأماكن التي قطنت بها القديسة نسبة للوثائق والتحليلات التي أدلى بها شيوخ المدينة. وبعد الانتهاء من عمل الفيلم الوثائقي تورعت الدكتورة باسمة السمعان حاملة الصليب الذهبي لفرسان القبر المقدس وعائلتها على نفقتهم الشخصية بإعادة ترميم المكان الذي عفى عنه الزمن وأعادت الحياة إليه من جديد. ونتذكر هنا حفل التدشين الرسمي الذي احتفل به غبطة البطريرك فؤاد الإطوال بطريرك القدس للاتين بحضور جموع من الرسميين والمسؤولين، مدشنا المكان بالماء المقدس ومعلنا بشكل رسمي للجميع عن مزار جديد للبطريركية اللاتينية. وخلال الاحتفال قلد غبطة البطريرك الدكتور السمعان وسام القبر المقدس الذهبي وشهادة تقدير لجهودها في كل ما قدمته في خدمة الكنيسة في الأردن وخاصة لهذا المكان الذي سيبقى شاهدا على عطائها ومحبتها للرهبنة الوردية. لم يقتصر الحلم والإنجاز في هذا المكان المبارك على ما أنجزته السمعان، بل بسواعد الأب رياض حجازين راعي الكنيسة وبدعم من أبناء الرعية في محافظة البلقاء مدينة السلط قاموا بترميم بقية المكان، فأصبح الآن من أكبر المزارات المقدسة في الأردن الذي بدأ يستقطب السياح للتبرك منه. في هذا المكان بالذات السيدة باسمة السمعان حتر أحبت أنها تكرم القديسة ماري ألفونسين، فتبرعت ببناء مزار في نفس المكان للقديسة الأم ماري ألفونسين سنة 2016 بعد إعلان قداسة الأم ماري ألفونسين بسنة تم تدشين هذا المزار بحسب رغبة السيدة باسمة السمعان. هلا طبعا القاعة هاي المنطقة ما كانت هيك، كانت مكان مهجور بالكامل، كان كله الحجر كله مقصور اسمنتي، فالعام والحمد لله بمساعدة الخيرين والبطريركية اللاتينية قمت بترميم هاي القاعة. وأول شيء عملت أنه رجعت القاعة زي ما بنيت في الأصل، رجعتها على الحجر القديم اللي بنيت فيه الكنيسة، وهاي اليوم أتوقع القاعة أصبحت من أجمل القاعات الموجودة في الأردن متابعة لكنيسة الصلاة. طبعاً هاي القاعة مرت في مراحل كثيرة، في البدايات كانت كنيسة، بعدين مع المدرسة لما تم افتتاح المدرسة في الصلاة أصبحت فيما بعد مسرح تابع للرعية ولمدينة الصلط، لأنه كمان بالصلط تتشرف كمان أنها تكون أول مدرسة موجودة وأقدم مدرسة حالياً هي مدرسة اللاتين في الصلط، تأسست عام 1869. يعني القوارني أول ما وصلوا الصلط كان يصلوا ببيت واستأجروا بيت كمان لمدرسة. بعدها بفترة قصيرة كمان
حاولوا وعملوا مدرسة للبنات في الصف. وطبعا مين كان مسؤول عن هاي المدرسة؟ رهبات الوردية، لأن الرهبات الوردية أحضروا خصيصا للاهتمام في العنصر النسائي في هاي المنطقة، لأن العنصر النسائي كان مهمل، لا مدرسة ولا تعليم ولا أي شيء، فأجوا الرهبات خصيصا حتى يهتموا بهذه الفئة من المجتمع، فئة الستات، حتى يعلموهم، وحتى كمان يعلموهم مش فقط من ناحية علمية، حتى كمان يثقفوهم من ناحية دينية. ومن أعماق هذا المكان الذي داست على أرضه قديسة الوردية ماري ألفونسين، نطلب بركتها وشفاعتها بأن تحفظ بيعة الله من الآن وإلى أبد الآبدين. آمين. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البطريرك ثيوفيلوس الثالث يعقد سلسلة لقاءات في العاصمة الأمريكية حول عقارات باب الخليل. مؤتمر المحاكم الكنسية الكاثوليكية يختتم أعماله بتوصيات مثمرة للشباب والعائلات. المطران النوفلي يحتفل بالقداس الإلهي في عمان. كنيسة اللاتين الواقعة في وسط مدينة الصلد ضمن حلقات كنيستي. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابع موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.